ومشاهدينا لآخر خبر ويانا لليوم، طبعا بدأت الممثلة التلفزيونية الهندية ياسمين بهاسين رحلة العلاج بعد تضرر قرنية عينها نتيجة ارتداء عدسات لاصقة غير مناسبة أثرت بشكل سيء على رؤيتها. وكشفت الفنانة ياسمين تفاصيل إصابتها التي كانت في 17 يوليو حين شعرت بألم حاد في عينيها بعد ارتداء عدستها لاصقة، لكنها تجاهلت الأمر لانشغالها في العمل، وقالت بأن الألم بدأ يتزايد بشكل تدريجي إلى حد لا يطاق، لتتوجه فورا إلى الطبيب بمساعدة فريق العمل والذي بدوره شخص إصابتها بضرر حاد في القرنية ووضع الضماد على عينيها.